ثم ما زال المشركون يضايقونه في مكة، ثم توفيت زوجته خديجة وتوفي عمه أبو طالب في عام واحد، فتسلط المشركون عليه أكثر من ذي قبل، فخرج إلى الطائف يعرض دعوته على أهل الطائف لعلهم يناصرونه، فما وجد إلا الرد والتعنيف، بل إنهم سلطوا عليه السفهاء والصغار يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، حتى رجع إلى مكة محزونا. خرج من مكة ورجع إليها لم يحصل على ما أراد، ولم يستطع دخول مكة إلا بجوار واحد من المشركين، إلا بجوار المطعم ابن عدي القرشي، فأجاره ودخل مكة. ثم إن المشركين خطوا خطة شيطانية، فحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، فقاطعوهم ومنعوا عنهم الأرزاق ومنعوا الاتصالات بهم، كتبوا صحيفة في المقاطعة علقوها بالكعبة المشرفة، اشتد الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ثم إن عقلاءهم تشاوروا فيما بينهم فنقضوا الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب ومن معه، فرج الله عنهم